لمناسبة ذكرى مرور 5 سنين على تأسيسها، أقامت جمعية نحن احتفال بمسرح مونو ببيروت، وبهالمناسبة أطلقت 3 حملات ضغط ومناصرة من أجل استعادة وتفعيل المجالات العامة. حملة تفعيل شاطئ رملة البيضة كمجال عام يستقطب جميع فئات المجتمع اللبناني، حملة قلعة بعلبك بقلب بعلبك اللي بتهدف لتنمية مدينة بعلبك، وحملة جنينتنا صورتنا واللي بتهدف لإعادة تأهيل الحديقة العامة بمدينة صور. وكان برنامج الحفل تضمن كلمة جمعية نحن اللي ألقاها المدير التنفيذي للجمعية محمد أيوب اللي قال فيها: اللي عم نعمل نحن بنحن هو مش بس عم نحكي بالمدينة يعني بس المكان، هو عم نحكي بالمدينة المكان وعم نحكي المؤسسات الدولة كمان، وبالتالي اللي عم نعمله بنحن هو كيف نستعيد المكان، كيف نستعيد الدولة من خلال مشاريع بلشناها هي اللي علاقة بالبلديات، كيف الناس تصير عم تشارك بالأعمال البلدية إلى أن نصل لمحلات أبعد. لقلي الحلم كبير وبده كتير جهود، ونحن بلشنا وهلأ بثلاث مناطق 3 مدن يعني أساسية، على أمل كمان نصير بصيدا وطرابلس وغيرها من المدن اللبنانية. فكمان اللي نحن عم نعمله إنه كيف نقدر من خلال التواصل نرجع نتصالح مع ذاتنا كأفراد، نعرف كيف نبني علاقات مع الآخر الثنائي، وأيضاً كيف نكون قيادات بقلب الجميع. هيدا طبعاً لايف سكيلز، كمان هيدا من الشغل اللي نحن عم نشتغله كمان ببعلبك وبسور وأيضاً ببيروت. القضية اللي نحن بلشنا فيها بالمساحات العامة، الحرج البارك الوحيد ببيروت اللي مسكر أكثر من 21 عام، اللي نحن عم نشتغل لافتتاح هذا الحرج. فأيضاً هالسنة كمان يفتح حرج بيروت، لأنه تأخذ القرار البلدية هذه السنة إنه هالسنة تستكمل الأعمال ويفتح حرج بيروت للعموم. نحن نتوقع بالصيف. في 5 سنين نحن قدرنا نعمل 4 حملات تنمية مدنية بالوقت. نحن إيش نحن 25 شخص يمكن بلشنا أو 5 أشخاص بلشنا، 5 سنين بشوية مصاري قدرنا نعمل 5 حلول ل5 مشاكل. فينا نعمل حملات وفينا نعمل أشياء إلى علاقة بالناس بالمدينة بحاجاتهم بالكهرباء بالماء بالسكن بالدفع. جمعية الضمير المنفصل نحن متصلة فعليا بالمجتمع لاستعادة وتفعيل المجالات العامة. والتقينا المسؤولة الإعلامية ومتطوعة بنحن بتول الشريف. نحن مجموعة من الشباب اللبناني الناشط نهتم بالأماكن العامة إعادة تفعيلها وتأهيلها وزيادتها. نحن طلع اسمها كتير خاصة مع حملة حرش بيروت. اشتغلنا على حملة حرش بيروت، ساعدنا بحملات تانية بتحكي عن جنينات مثل جنينة اليسوعية. هدفنا تفعيل الأماكن العامة لأنه هي المنفس الوحيد للناس حتى يلتقوا مع بعض، حتى يكونوا مواطنين صالحين ببلدهم، عندهم أملاك. بالأماكن العامة الإنسان بحس بالمواطنية، بحس حاله تابع لبلده. سو هيدا هدف نحن، نرجع المواطن للبلد حتى نكون ريليتد أكثر لوطننا. يا ريت تخبرينا عن الحملة اللي حتطلقوها. هيدا السنة وبالعيد الخامس لنحن حبينا نطلق 3 حملات. بلشنا ببيروت مع حملة حرش بيروت، هلأ لكل لبنان، بسور، ببيروت وببعلبك. بالنسبة لبيروت نحن رح نبلش بحملة شعارها بيضة رملتنا، إعادة تفعيل وإحياء منطقة وشط رمل البيضة. رملة البيضة هو شط بس للأسف مهمل بسبب سياسة الدولة تجاه الأماكن العامة. نحن هدفنا نحل المشاكل اللي فيه. للأسف مشاكله 3 مش واحدة. أول شيء مشكلة المجارير، يعني مشكلة النظافة، مظبوط. المشكلة الثانية مشكلة ملكية. المشكلة الثالثة ما في أمن وأمان، فصار كأنه لجهة واحدة من الناس، لطبقة واحدة من الناس بسبب الأوضاع الاقتصادية. قلعة بعلبك بقلب بعلبك، للأسف مدينة بعلبك ما بتشبه قلعتها ولا القلعة بتشبه المدينة بسبب تشردوا عن بعض. نحن بدنا ترجع مثل الشعب. يعني من أي ناحية؟ مدينة بعلبك ما أنا موجودة على خارطة لبنان السياحية لإعادة تفعيل وإحياء القلعة، قلعة بعلبك هيدي واحدة. 2، بدنا نرجع تكون المدينة كلها سياحية مرتبطة، الناس والقلعة هن واحد. جنينتنا صورتنا، رجعنا للجنينات مع سور. بسور في جنينة كبيرة للأسف مهملة وصارت شبه مكب زبالة،
نحن لا بدنا إعادة تفعيلها وإحيائها، لو حتى سور اللي هي عندها شط حلو، بس عندهم حق تاني، بدهم جنينة، وجنينة موجودة وهي ملك عام، بس بدهم إعادة تفعيلها وإحيائها من جديد كأنها حديقة عامة لكل المواطنين، حتى في محميات طبيعية بسور، وأهل سور هن بدهم يطالبوا بهذا الموضوع. الحلو بنحن في عنا 3 حملات، كل حملة بتديرها أهل منطقتها، يعني نحن بيروت وضواحيها مندير هيدي الحملة، وبسور أهل المنطقة بيدوروها. كل حملة ريليتد ونابعة من حاجة أهلها. مزبوط. مزبوط. هي حاجة الأهل، حاجة الناس، هن بدهم هيدا الشيء ونحن اشتغلنا معهم، ونحن هي موجودة بكل لبنان مش بس بقلب بيروت، فهي للكل. نحن عم تشتغل على الناس، الناس الدافع. نحن أنا متطوعة بنحن، أنا بلشت بكورس واحد اللي هو كوميونيكيشن، كيفية التواصل مع الناس، وهلأ صرت عم دافع بحملة مدافعة. نحن كلنا متطوعين ومتطوعات عم بدافعوا عن الحق العام، عن حاجة الناس، وهيك صار بسور وهيك صار ببعلبك. شكرا كتير لك بتول الشريف، متطوعة بجمعية نحن. فنحن من إذاعتنا بنقول لكم شكرا لكم. نحن ميرسي غادة، وبشكر إذاعتكم نحن وإنتو نحن، البلد كله نحن، كلنا نحن. Thank you. ثم كان عرض لأهداف وخطط الحملات، وتلي حوار كلمي للمجموعات اللي دربت على التواصل الفعال وتوزيع الشهادات وحفل كوكتيل.